في هذه المباراة المتأخرة عن البطولة الوطنية المحترفة. الكرة للمتابعة وهجمة أخرى لشباب قسنطينة، هذه المرة على الجهة اليسرى، كرة طويلة جدا لصالح أمقران، يعيش يوقف الكرة وأمقران والحارس مساوي، والدفاع كاد أن يفتتح شباب قسنطينة الهدف الأول أو باب التسجيل أقول في هذه اللقطة. مساوي غطى جيدا يعني الخشبات الثلاث والمرمى، لذلك يمنع الشباب شباب قسنطينة من الفتح باب التسجيل. مخالفة أو تسديدة أخرى ولا أروع من يطو الذي عودنا على مثل هذه التسديدات، والشباب قسنطينة تحرك وهجوم الشباب تحرك والآلة تحركت في هذه وهجمة أخرى لصالح شباب بلوزداد، أتم الجاهزية في هذه المباراة. الكرة تتواصل وهجمة أخرى لصالح شباب بلوزداد، والحارس عثماني في المستوى لكن الكرة في الركنية، يعيش في كرة طويلة إلى الهجوم والكرة لحد الآن من دون خطورة. الكرة الثانية خطيرة 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 لشباب قسنطينة، خطيرة ومفتحة الثانية إلى أمقران الذي يلعب الكرة ومساوي يخرج الكرة ببراعة، ولو أنه الكرة كانت متجهة إلى خارج المرمى. الحاكم حنصال يعلن عن نهاية هذه المباراة بين شباب قسنطينة الضيف وشباب بلوزداد الفريق المستضيف في هذه المباراة بالتعادل السلبي 0-0. نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني في هذه المباراة، شكرا وإلى اللقاء. عن طريق الحاكم حنصال الذي سيعطي في هذه الأثناء إشارة ضربة الانطلاق من خلال هذه الصافرة، والمباراة تنطلق. قلنا أنه ومحو سلسلة النتائج السلبية في المباريات الأخيرة. شيبوب البديل الذي دخل قبل لحظات فقط يحاول وتسديدته لم تكن بها القوية، وكانت المباريات الأخيرة شيبوب البديل الذي دخل قبل لحظات فقط يحاول وتسديدته لم تكن بها القوية، وكانت في أحضان الحارس موسى. قلت أنني الذي عاد إليه شباب قسنطينة في المباراة الأخيرة وفاز واستضاف أقول نصر حسين داي وفاز عليه بهدفين. هدف على كل ستكون الأمور لي المتابعة. عثماني في عادة الصالحي يخرج مرة أخرى، الشباب يحاول، بوكبو لديه الكرة من دون شك سيبحث عن الهجوم وبالنحول، والهدف الأول الهدف الأول لصالح شباب بلوزداد بطريقة جميلة جدا وبهجوم معاكس. بوبو يقوم بما عليه وحمزة بالنحول وفرحة كبيرة جدا ويعود عن ضربة الجزاء التي ضيعها في المباراة الأخيرة. حمزة بالنحول بطريقة جميلة جدا وكأنه يقول خلاص راح لي النحس وأنا ستكون المباراة أكثر متعة الآن وأكثر حرارة بالنسبة لي الفريق. أنا الكرة في وسط الميدان، حمسة بالحول يحاول أن يستحوذ على الكرة، يروض الكرة ويمنح كرة بطريقة جميلة جدا. بوبو والآخر والدفاع يقطع الكرة في هذه، والآخر من دون شك أعطى كل التوجيهات لصالح حمزة بالحول ورفقاء بالخيطر على جهتها اليمنى، يروض الكرة يلعب الكرة بطريقة جميلة و اللاعب حيس أعتقد أنه سدد الكرة بطريقة بين الرؤوس في هذه اللقطة الخطيرة. الكرة تخرج والحكم يقول أنها 5.50 لصالح الحارس. كرة طويلة باتجاه أمقران، أمقران يلعب إلى لقجاعة ويسدد بطريقة جميلة جدا، يعيش يعيش أمام براعة الحارس توفيق مساوي. حمزة بالنحول هداف الفريق وأحد هدافي الفريق أقول. الكرة تلعب على الجهة اليسرى ومحاولة إيجاد شيبوب، والكرة طويلة ورائعة وممتازة ورأسية أمقران داخل شباك للحارس مساوي. أمقران يخادع الجميع وبتسديدة رأسية جميلة وبرأسية جميلة أقول يضعها داخل الإطار وفي المرمى. أمقران يحتفل بهذا الهدف وأمقران هو الآخر. شباب بلوزداد
بكير يبحث عن كرة طويلة في تبع قسنطينة، والذي نشاهده هو مسجل الهدف. أمقران هو الآخر يحتفظ، لازم يلعب بأناقة ويحاول أن يصعد ويصنع هجمة معاكسة. الكرة عند شباب قسنطينة، ويحاول شبوب أن يكون لديه هو الآخر فرصة من خلال يطو. يطو يمنح الكرة إلى شبوب مرة أخرى، وفتحة طويلة ومحاولة البحث عن أمقران ومقصية خطيرة من دون شك. الهجوم إلى الجهة اليمنى عند اللاعب بالخيتر. بالخيتر يحاول تقديم الكرة إلى حمزة بالحول، تعود إلى بالخيتر مرة أخرى وإلى أحد اللاعبين المتحررين في وسط الميدان وفي وسط المحور، وتعود الكرة مرة أخرى. يبدو أن شباب بلوزداد يريد أن يقتل المباراة في الست دقائق الأخيرة من عمر المباراة، واللاعب بن طاهر يرتكب خطأ على كداد اللاعب البدء. تركت إذن يضع أو يترك الكرة لبالخير الذي ينفذ، أو بالخيتر عفوا الذي ينفذ الكرة. بالخيتر يبحث عن تركات مرة ثانية بالتركات في وسط الميدان، تعود الكرة إلى زكريا درابي على جهتها اليمنى، إلى تركات مرة أخرى ومحاولة بناء الهجمة من الخلف. اللاعب بيرزاق يمنح الكرة إلى بالخير. بالخير بمراوغاته وبتقنيته يدخل إلى منطقة العمليات، والكرة مقتمس تمس لصالح شباب بلوزداد. حسين قاسمي يجلب الكرة ويتركها بصفة طبيعية إلى بالخيطر الذي يمنح الكرة إلى اللاعب قاسمي، وتمس آخر لصالح شباب بلوزداد. بالخيتر يلعب تمس بطريقة طويلة، يعود بالكرة إلى كداد. كداد سيبحث عن الرؤوس ويمنح الكرة إلى بالخيتر. بالخيتر إلى زكريا دراوي. زكريا دراوي لم يحسن التعامل مع الكرة. بشار مرة أخرى يعود إلى كداد. كداد يبحث عن المراوغة وينجح في ذلك. كداد بطريقة جميلة وبباطن الرجل إلى ميرزاق على جهة بالخير، وحمزة بالأحول بطريقة جميلة. حمزة بالأحول يرتكب الخطأ ويقع فيها المحظور والمرمى. إذن الحضور من ممثلي شباب قسنطينة بدأوا الاحتفال بأداء التعادل، وتعادل آخر سلبي ونتيجة سلبية لشباب بلوزداد مرة أخرى. على كل المباراة انتهت بالتعادل بهدف لهدف. سجل الهدف الأول وهدف السبق بالنسبة لشباب بلوزداد حمزة بالحول عند الدقيقة 51.